ما شاء الله. وانا كما قلت لك انا جيت اليوم نشكرهم، لان كما قلت لك لقيتهم في ظهري. راه شي راجلي ما كان عنده حتى شي حاجه، ما هو مريض، ما تيتشكى من حتى شي حاجه. هادي تكلمي ليا عن النساء اللي كيجيو لعندك وما عندهاش امكانيات، ويلاه مسكينه بغات تخدم وتلقى الوضع ديالها الله اللي عان بيه، ولا الزوج ما فحالوش ولا مريض والوليدات، وانت خصك تسانديها في الاول. كاين شي حوايج اللي كي سبحان الله كي كان كيبرك بعض المرات يقول لي خصك ديري كل شيء. بارفو انا غولي كيقول لي هذا هو راجلك انت وصوريا، بحال اللي حاسب انا بعض المرات بحال كنت كنحس بيه داكشي اللي كيديرو، بحال اللي حاسب راسو غادي يموت. كاين مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند الاخت ابتسام. ابتسام شابه لها طموح. ابتسام طلبت مني انها تروي القصه ديالها، والفضل ديال الله عز وجل وديال المرأة المغربية بشكل كبير الابتسام كيفاش نجحات في المجال ديالها. ابتسام إنسانة بسيطة جدا، كيفاش بدات المسار، كيفاش كطمح لأنه تساهم في الاقتصاد ديال البلاد. ابتسام من الفقر إلى الملايين، شوفوا معايا كيفاش. ابتسام عتعاودي القصة ديالك من الأول، تفضلي. أول حاجة أنا كنشكرك انك جيتي ولبيتي النداء. اول حاجه غنقولها هو الزوج ديالي اللي خلى واحد الاثر كبير في حياتي، وانا عارفه بان هذه البدايه غتكون صعيبه. الزوج ديالي اللي معمرني لا حلم ولا واقع غلق بحاله. ثاني حاجه كنشكر الاخت ديالي، وكنشكر اختي اللي في امريكان واختي في البرتغال والاسره ديالي اللي وقفوا معايا كل شيء. صراحة صعيب، والله يرحم حتى الجدة ديالي اللي وجدي واللي حتى هما يربوني، لأنني مربياني جدة والله يشافي، الخالة ديالي اللي هي في مثابة ماما، وحتى الأم ديالي الله يخليها لي والله يخليهم لي بجوج، لأن عندي جوج مامات وعندي ثلاث مامات لي أمي. فكنشكرهم كاملين. وابتسام واحد الإنسان اللي بسيطة وكتآمن بقضاء الله وقدره. وحنايا انا هنا باش نقول الناس والعيالات اللي وقفوا معايا عام من بعد ما مات الزوج ديالي في 2021 شهر 5 ليل 27، وكنقول لهم شكرا لكم، حتى نتوما حتى مات الزوج ديالي الخير تمر فيكم وبقيتوا واقفين معايا رغم انني كنت شبه موجوده، كنت خدامه، وليت خدامه اداريا اكثر ما انا موجوده في التيران. وكم انا فهمت وانت تدري فينا الدموع، انا حاس بالقصه ديالك. الرأي العام يستوعب معنا شكون هي ابتسام. هتعاودي معايا من القراية ديالك، أنا نقولهم لك كنقط. قريتي، مشيتي لألمانيا، خدمتي في واحد المجال مغاير، الروح والدم ديالك أنت دكالية من جديدة، رجعتي للمغرب وأنت دخلتي في مجال آخر بمساندة المغربيات، توفقتي، كتنفسي المغربيات وكتعيشي معاهم وهما كيتنفسوك. كيفاش بديتي المسار؟ كيفاش بديتي من القرايه ومشيتي لالمانيا وخليتي كلشي وجيتي للمغرب؟ الحمد لله انا كانت مرضيه والديه، جات الفكره انني نمشي، بغيت نقرا على برا. كما كتعرف اي واحد مغربي فاش كيبدا يكبر كيبدا يبان لي حنا سيغتو حنا في الوقت ديالنا انك غتمشي لبرا وتكمل قرايتك، ورغم انا ضعف الامكانيات. وهنا عاوتاني كنشكر الاخ ديالي الزوج ديالي تا هو ساندني وضمني باش مشيت لالمانيا. تما غنمشي، صعيبة القراية في ألمانيا، يعني مشيت كما نقولوا عدي واحد الفلوس، وكنت كنخدم السبت والحد دائما وكافحت، ماشي ساهل. قريت هندسة تصنيع الآلات والآليات، وتم تعرفت على الزوج ديالي، يعني وكانت هذيك أحسن يعني نقطة تحول ديالي في حياتي، هو أنني ملي تعرفت على الزوج ديالي. وكما كتعرف أنك تلقى واحد الراجل في الغربة، يعني صعيب، وتلقى واحد الراجل اللي هو يعني كيجيك على الكانه ديالك، وانت تتقرا باقي كتقرا وكيساندك. وبقيت حتى تخرجت، وقبل من التخرج ديالي تزوجت به، وانا واحد الانسان اللي كما كنقول لك كنبغي المغرب، يعني كنبغي المغرب بزاف بزاف بزاف، وما قدرتش نستمر في المانيا.
تما حققت الحلم ديالي، حققته. انا واحد الوقت كنقول بغيت ندخل المغرب، ولكن كيفاش غندخل المغرب؟ انا قريت وكنت خدامه، يعني خدمت في هندسه الطيران، الدومين ديالي في المغرب صعيب، كيفاش غندخل المغرب؟ من حيث لا احتسب، يعني ما غنعاودش لك الديتاي. جات الفكره ديال المكياج، هاد الفكره ديال كوزميتيك اللي غنعاود نقول لك هو هاد من بين الاشياء. انا الزوج ديالي عاودت له الفكره، فهو جاتو غريبه، كيقول لي واش يعني ما فهمش هويا كيفاش انت انجينيور وغترجعي ديري الكوزميتيك. يعني الحب ديالو ليا وانه كيتيق فيا، قال لي ما عنديش مشكل، انا غندعم لك الفكره ديالك وسير الله يوفقك. وانا ديك الساعه كانت عندي عامين ديال الماتيرنيتي، عامين ديال الماتيرنيتي بغيت نستغلها. قال لي سيري بدي المشروع ديالك، نجحتي هو داك، ما نجحتيش مرحبا نرجع للالمان. فالحمد لله بتوفيق من ربي ومتوفيق من النساء اللي وقفوا معايا هنايا، درنا هادشي ديال البيع المباشر. هاد البيع المباشر هو مجموعه ديال المشاعر، مجموعه ديال الحكايات، مجموعه ديال النساء. انا كنت بحالي انا غنعيش، شوف هادشي اللي طرا ليا بحالي انا غنعيشه، لان جاو ناس فاش انا كنت كنخدم كيجوني نساء مطلقات، نساء ارملات، وانا اليوم ارمله، يعني صعيب بزاف. ف يعني انا ما كنتش واحد النهار غنصحب راسي، كنت اني قويه براجلي، قويه بولادي. فالحمد لله لقيت راسي حتى واحد النهار راني ارمله، ولكن الزوج ديالي ساندني في هذا المشروع، ويعني كان داروا لي، وهو دخل معايا من كثره ما نجحت وثاق فيا وعطاني واحد المبلغ كبير باش نبدا. ماشي اي راجل غيثيق في المراه ديالو غيخليها تجي دير واحد المشروع، وهي كانت انجينيور وعنده سوسيتي في المانيا. يعني صعيب، يعني كنشوف انا الناس ديال برا ماشي اي واحد غادي يجي، حنا لا بلوبار ديال الناس ديال برا كيخافوا من مشاريع في المغرب، يعني تقدر تفشل، سورتو كيفاش كتاخذ دوك فلوس برا، يعني كتعب فيهم، يعني واحد باش يعطيك واحد لاصوم، يعني عندها راي اخر لله عز وجل. الإحساس والثقة والحب الكبير اللي بينك وبين الزوجة رزق، ليس الرزق هو المال، إنما الإحساس. والله عز وجل عطاه الطمأنينة في الصدر دياله أنه هذا المشروع وهذه الأموال اللي قدر كما قلتي أنت شبه أنه غامر، ولكن إذا أراد الله عز وجل أن يقول لشيء كن فيكون. هذا إيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنت توفقتي. هنا السؤال، انت دوزتي معاناة في الاول في المانيا، حسيتي بالغربة، كنتي تخدمي وتقراي، دابا كيجيو عندك نساء، كاين اللي من لا شيء تتوفقت ولا تبدارها بطوموبيلتها، وانت هادشي اللي كيساعدك، كيفاش؟ دابا هادي ولات سيرتو فاش انا دائما كنحس بهم، والزوج ديالي راه الحمد لله راه النساء ديال المغرب كامل كيعرفوا الفيرونيات، هو كان من الناس اللي كيبغي يدعم المراه المغربيه، واول مره دعم هي الزوجه ديالو، يعني هي انا. ودائما هو يعني عزيز على المراه المغربيه، وكيبغى تكون قويه وكيبغى تحقق الذات ديالها. فكانت الفرحه ديالنا حنايا هي ملي كتجي عندك واحد المراه اللي كتلقاها فريمون. انا ما غاديش نعاود قصص، انا كنتمنى دوك النساء اللي ناجحات معايا هما يعاودوا على القصص ديالهم. يعني كاينين النساء دابا اللي كياخذوا واحد الصالير ما شاء الله، وانا كما قلت لك انا جيت اليوم نشكرهم، لان كما قلت لك لقيتهم في ظهري. هذوك النساء حتى هما اللي حقوا، حتى هما واحد الحياه غزاله وحقوا، حتى هما ماشي من لا شيء، هو كل شيء. شوفوا حنا راه ماشي الدور ديالنا انني انا غنعطيك فلوس، هادشي ماشي الدور، ربي اللي كيرزق، ربي هو اللي كيعطيك الرزق. ولكن انت اللي كانت نيتك زوينه، ربي تيصيفط لك الناس زوينين. انا عام ما كايناش، كل وقف معايا، شكون وقف معايا؟ الله سبحانه وتعالى سخر لي الناس، لانني انا زرعت الخير، كان انا في هذه الخدمه ديالي هو الخير. اقسم بالله انا ماشي، انا من الناس اللي كيعرفوني وراهم غادي يسمعوني في هذا الروبورتاج، كنت كنفرح ملي كنشوف هذه الانسانه هذه نجحات معايا، لان النجاح ديالها من النجاح ديالي. ما بقيتيش خدام روبو، خدام بواحد الانسانيه. انا لقيت دابا فين كنفرغ هذاك الموت ديال الزوج ديالي، راه صعيب عليا انا نستحمله. ولكن دابا انا ما نقدرش نقول فيرونا ماشي ديالي،
هاد فيرونا ماشي ديالي، فيرونا ديال النساء المغربيات كاملين، لان الناس فاتحين منها بيوت، نساء من 2016 هما خدامين، نساء كيقراو فيها ولادها في مدارس فلوس، نساء شراو منها ديور، نساء يعني اللي كافحوا معاك. ورغم انه الحلم ان الزوج ديالي كان كيقول لي فيرونا حكايه غرام، هاد فيرونا كانت بمثابه واحد الرزق اللي لحد الان اللي كنعتبره انا صدقه جاريه على الزوج ديالي. اليومنا هذا النساء فاش كيدخلوا فاش كتجيهم الماندا ديالهم اقسم بالله لا كيجبدوها كيقول الله يرحم مسيو بدر. كيفاش انت غتسد يعني ولو يعني هذا العام داز عليا قبيح، ولكن كنقول ماشي ديالي وعندي وليداتي حتى هما، حتى هما كيما عندهم وليداتهم، ماشي سد صافي اليوم غدا غنسد. وانا ما نقدرش ولي بقاو فيا غير عاقي ضرب، خاصني نبقى مع هاد النساء كيما هزوني، وكيما المغربيه المراه المغربيه واحد المراه اللي قويه قويه بشخصيتها. سو انا معايا نساء ما قارينش، ولكن وصلوا لواحد الصالير اللي كبير بالمجهود ديالهم. اعطونا فرصه، اي مغربيه تعطي راسها فرصه تحقق السعاده ديالها. الخدمه راه ماشي غير بالقرايه، انا من والو، انا ماشي نقول من والو، ثقت في راسي وثقت بالله سبحانه وتعالى. حنا واحد الانسان كنامنوا كيقول لك كيشويك الله سبحانه وتعالى، يعني تفائلوا خيرا تجدوه. انا عند ظن عبدي بي، ان ظن خيرا فله، ان ظن شرا فله. انت لك كنتي تيق في ربي وغادي تيق في ربي بما غيخيبكش، والله ما يخيبك، كتزرع الخير كتلقاه. لا تلاحظين بانه الزوج ديالك مشى لعند الله عز وجل في ليلة 27 في رمضان وهو مطمئن، حقق لك اللي بغيتي، وفيك مرا وراجل بتضافر الجهود مع النساء المغربيات اللي ما عرفتش كيفاش نوصفهم لك. انت كديري مجهود هما كيديروا مجهود، كتنفسي من النساء المغربيات وهما كيتنفسوا معك. الاحساس ديالك في هذا الشعور خلاك هو مطمئن عليك في الشركه تبارك الله اللي كبرات، وكيجيو عندك دابا نساء يالله غيبداو مساكن ما فحالهمش، وكتحسي كيفاش هذيك السيده دوز واحد المده وتغير ما هو احسن. هو داك الاحساس هو اللي خلاني انا اصلا نستمر، لان الحياه من غير الزوج ديالي صعيبة تستمر. ان علاقتي بالزوج ديالي كانت واحد العلاقة اللي راجل ما كان عنده والو، شي راجل ما كان عنده حتى شي حاجة، ما هو مريض، ما تيتشكى من حتى شي حاجة، ما تيتشكى من والو، يعني مرض بكورونا والو، يعني انسان عنده 46 عام في قمة الشباب ديالو، واحد الانسان اللي كيعطي. حنا ما كنخدموش من اجل الفلوس، شتي الا خدمتي من اجل الفلوس ما غايجيوكش الفلوس، من الملل. انا وبغيت الفلوس غنبقى في المانيا عند شركته، انا انجنيور طيران وما غنجيش نغامر. انا واحد الانسان اللي كنحب الحياة وكنبغي داك الشيء اللي كنعملو. انا شي كنوض الصباح كنقول الحمد لله، انا ديك كنمشي كنوض في المغرب ديالي، لغتي مع النساء ديالي، الوقت نقدر نبقى. انا جيتي عندي لقيتيني في ستوك دابا، نقدر نخدم انا نهار كامل وما نعياش، في حين انا فاش درت في انجينيور كنبقى نشوف الساعه امتى غنخرج. دابا انت عندك رساله، عندك واحد الرساله في الحياه، عندك نساء شحال منهم ارامل، شحال منهم مطلقات، شحال من وحده كتعاون الزوج ديالها. في كورونا كنا فرحانين ان بزاف الناس خدموا معانا، خدمنا من بيوتنا، بزاف النساء اللي الرجال ديالهم بركوا وهما خدموا وعرفوا بقيمه ديال فهاد الاحساس ديالك. غادي تكلمي لي عن النساء اللي كيجيو لعندك وما عندهاش امكانيات، ويلاه مسكينه بغات تخدم وتلقى الوضع ديالها الله اللي عن بيه، ولا الزوج ما فحالوش، ولا مريض، والوليدات، وانت خصك تسانديها في الاول. كيفاش كتعاونيهم في الاول باش يتوفقوا في هذا المجال اللي كتشتغلوا فيه؟ انا لهذه الخدمه هذه اللي فيها زوين فيها لو ريسك، يعني ما غادي تكري محل، ما عندك كرا، ما عندك سلعه، غادي حتى شي حاجه. انت خاصك تدخل كما قلت لك، كما حنا دخلنا يقين في الله غادي ننجحوا وغنوصلوا. هاد النساء هادو كيتبعوا، حيت عندنا بزاف النساء اللي ناجحين، بزاف النساء اللي واصلين، خاصها الايمان، خاصها تآمن بأنها خاصها تنجح، تسجل بلا فلوس، خاصها هي تعطي راسها الوقت. هذاك لانجينيور اللي حنا المشكله هو انني كنقول سعداتها طبيبه قرات، سعداتها انجينيور سهرات، سعداتها معلمه قرات. ايوا جا انت جاتك واحد الفرصه، حنا كنقدموا لك بواحد الطريقه بسيطه، كنشرحوا لك المكونات ديال اي برودوي، طريقه العمل، اعطيني وقتك، عطيني 3 شهور وآمني براسك وآمني بالنجاح ديالك وآمني رزق الله.
غتمشي معايا بعيد. وكاينين حنا عندنا بزاف ديال التيموانياج في الجروبات، لان اي سيده كتبدا تعود على راسها، تدوك انا كترسوفوره في الطوبيس ودا حاليا كناخذ 9000 درهم. كاينه واحد الانسانه اللي كتاب على انها كانت خدامه وتزوجات ومشات خارج البلد، وبتليفونها وبنظارها حاليا هي الاولى يعني في 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 المغرب اللي انا ممكن نقول الاسم ديالها اللي كنشكرها، حتى هي فاطمه برهوم، يعني هي السيده الاولى في فيرونا، وحتى هي كانت واحد التاثير لمجموعه من النساء الفيرونيات. يعني حنايا حنا واحد دابا واحد القوه نسائيه، كنعاونوا بعضياتنا، كنشدوا بيديات بعضياتنا، والفرحه ديالنا هي ملي كتدخل المراه وكتطلع وكتقول لنا الله يرحم لكم الوالدين، والله يرحم اللي اسس هذه الشركه هذه، والله يرحم مسيو بدر. يعني هذه هي حنا ما كنخدموش، كنخدموا بحب. هنا غادي تعاودي تقولي لي ثاني حاجه اخرى، كيفاش كتموتيفي هاد النساء؟ كيفاش كتشجعوهم؟ انا هاد الامور سمعتها عن الناس اللي معاك هنا تيتكلموا على هادشي، انه هادشي توا كديرو، اعطيني كيفاش. حنا عندنا كنا كنديرو قبل المكرونه مثلا، الناس كيربحوا رحله لتركيا، كدير لهم واحد لوبجيكتيف باش هما كيخدموا على هدف، يعني الا حققتي 22 وكان ممكن تربحي رحله لتركيا، كانوا الناس ربحوها. وعندنا ثاني مثلا الا حققتي لوبجيكتيف ديال 22 في خلال انك يكون عندها الصالير من 3000 لا محدود، تقدر بحال توصلت لخمسة ربعة المليون هي والشطارة ديالها، فكيكون عندها لبقات في هذيك 6 شهور كتقدر تاخذ واحد الشيك بونيس. المرأة الأولى أنها طلعت نساء كنشجعوها باش تطلع نسخ منها، على كثرة ما هي كتطلع نسخ منها بالإضافة للصالير ديالها، فهي كتاخذ عليهم واحد البونيس، يعني باش ما يكونش واحد الأناني، يكون واحد العطاء، فهمتيني؟ أنا الجواب واضح. السؤال الثاني اللي عندي هو تكلمي لي على هذا البرودوي منين؟ اش من دولة مع من كتعاملوا؟ شنو المكونات اللي فيه؟ رسالة للناس اللي يقدروا يتواصلوا معك. اوكي، هذا البرودوي هذا حنا لا سوسيتي اللي تعامل هي مجموعة شركات فيرونا، داكشي علاش كتميز بالجودة. الشركة اللي تعامل معها سميتها فيرونا، لابوغاتوار فيرونا. من بعد لقينا خاصنا الصباغة، جبنا الصباغة لابوغاتوار بوحدو سميتو جوانا. من بعد المغاربة بغاو البيو، يعني حنا كنموتوا على شي حاجه بيو، فانا فكرت ما بغيش ندير منافسه للبيو المغربي غزال وكنامن به، مي انا بغيت نتعامل مع اعشاب اخرين. بردانيا كاين واحد الاعشاب موسوعه جبناها من اوكرانيا وبولونيا، اللي تعبنا واحد الشركه عالميه، هاد الشركه اللي كتباع ديجا في الصيدليات خارج المغرب، مي انا بغيت نبقى مع النساء، بغيت نخليها في الكتالوج، وبغيت الكتالوج يكون حتى النساء اللي معايا يبيعوا واحد برودوي دو فالور، يعني اللي ما غيحاشمهمش. وعندنا العطر من شركه فيرونا. الاثمنه في المتناول ديال المغاربه ديال النساء المغربيات، يعني كيفاش كتشوفي انت الاثمنه؟ الحمد لله البيع ديالي هو اللي كيقول لي الاثمنه، يعني الاثمنه جد مناسبه. عندنا الكريمات ديال الوجه من 29 درهم حتى 249 29 49 89، يعني على حسب الكونسونطراسيون بحال اللي كتقول، زيت العود زيت ارغان، يعني كل وكلهم من نفس لابوغاتوار وكاليتي على حسب الكونسونطراسيون. كما كنعطيو فيتامين سي راه ماشي هو كريم هيدغاتون، يعني عندنا جميع الاثمنه وفي المتناول. هنا غيبقى عندي معك سؤال اخير مهم، هو الرساله ديالك للمغربيات اللي الامنيه ديالهم يدخلوا لسوق الشغل بهذه الطريقه المبسطه اللي كما قلتي ما عندهمش ليفري، ما عندهمش ملزمين هما انهم يكون عندهم بيرو ويكون عندهم، كيفاش يخدموا في هذا المجال بواحد الطريقه راقيه وطريقه اللي يجيبوا الحلال؟ الرساله ديالك اليوم بحكم هذه الشركه ديالك وهذا المجال انت والزوج الله يرحمه اللي كانت مكتب الله عز وجل توفقتي فيها، دابا عدد هائل الاف النساء معاك، كاينين شابات طموحات جالسين، انا كنخمم للراي العام بشكل كبير، كيفاش يجيو لعندك؟ كيفاش يلتحقوا بك؟ كيفاش تسانديهم؟ كيفاش توريهم بواحد الطريقه مبسطه بدون خجل وبدون ريسك، يعني ما يكونش الخوف؟ شنو الرساله ديالك؟ كان تذكر انت ملي الله بديتي كنت كتقراي من لا شيء، كما قلت في السابق من الفقر الى الطموح ديالك للغنى اللهم بارك، كيفاش تشجعي هاد الناس خواتاتك هادو مغربيات؟ كيفاش؟
اول حاجه كل شيء كما قلت لك كل شيء باذن الله، ولكن حنا خاصنا نثيقوا في ريوسنا ونثيقوا في الله سبحانه وتعالى. حنايا هاد النساء هادو حنايا مقدمين لهم واحد المشروع، يعني ديجا النساء خدموا فيه، هاد النساء اللي معايا واصلين معايا ديجا عطاوهم الارضيه، ديجا انا النساء يدخل معايا في الاول هما اللي كلاو كما كنقولوا، هما اللي كان في الاول ناقص البيو ناقص الريحه، مي دابا لا سوسيتي كامله موجوده. يعني الناس اللي النساء الا بغاو يلتحقوا بنا حنا كاينين لي فيديو، كاين لي تيموانياج، عندنا اكثر من 2000 فيديو في الفيسبوك، كاينين الناس اللي دايرين يعني الناس اللي دايرين هما فيديوهات بساطين، يعني كيجي واحد الانسان مثلا كيقول هذا البرودوي راه حنا يعني في اونيفو السوشيال ميديا زيرو ريكلاماسيون الحمد لله في البرودوي. يعني حنا يلتحقوا بنا، انا كنسافر مؤخرا كنت في اكادير درت دوره تكوينيه، المراه اللي كتبان لي انا باغه كناخذ الطوموبيل كناخذ على طريق كنمشي عندها وكنساندها، اعطيني مترو نعطيك 10 مترو. انا كنخدم مع المراه القويه، انا كنخدم مع الانسان اللي كيامن بالله سبحانه وتعالى، كيامن رزق بيد الله، وتجي معايا للشركه وتدخل معنا تلتحق بنا، حنا غنعطيوها جميع الدعم. ولكن ما كنامنش بواحد الانسان اللي كيقول لك غنشوف غنجرب، لا خاصني ندخل كما انا جيت من اوروبا وامنت بالله سبحانه وتعالى، وكما انا يعني لا بلوبار كما قلت لك ديال الناس اللي في اوروبا راه ما تيجيوش يديروا مشاريع كيخافوا، ولكن انت خاصك تقول الحمد لله حنا انسان كنامنوا بالله غنجح ان شاء الله باذن الله وربي غيوفقك، سعي غسعى دير اللي عليك. جي شوفي المراه المغربيه جي ديري، سواء انا ما غاديش نهضر على فيرونا، سواء في فيرونا سواء في اي شركه ديال بيع مباشر، انا ماشي بوحدي، ديري اللي عليك، هادي واحد الباب ديال الرزق، كاينين شركات ديري اللي عليك وغادي توصلي معنا ان شاء الله وغادي نساندوك. وانا الحمد لله اي مراه كتلتحق بيا وتكون صادقه وباغه توصل راه ربي باذن الله غادي توصل. غتبقى عندي معك هي باش غادي نختم الرساله ديالك لهاد المغاربه ذكورا واناث، كاين الرجال اللي حتى هما تيخدموا في هذا المجال وفيها هاد الاحساس بالمرحوم الله يرحمه. واحد الحاجه قلت لي توفى في ليله 27 وهو النهار اللي تزاد في 27 رمضان، انا عندي هاد المعلومه. الرساله ديالك لهاد التحدي اللي خدا الزوج معك اللي الله عز وجل طمأن ليه القلب ديالو وانت ناجحه في المجال ياخذوها الناس كنموذج، الرساله ديالك لهم من واقعتك بالزوج الله يوليه برحمه الله. الحمد لله انا الرساله ديالي لاي زوج مغربي يعني يثيق في المراه ديالو ويثيق فيها في شي حوايج احنا ما يعني غير كونوا اللي هما ما يكونوش خارجين طريق، يعني شي حاجه فواحد طريق زوينه اللي طريق حلال يساند المراه ديالو. يعني انا كنقول ها هو مات دابا، بالعكس كان كيقول لي سيري خارج الكونتونار جي ديري هادي. كاين شي حوايج اللي سبحان الله كان كيبرك بعض المرات تيقول لي خاصك ديري كل شيء، بارفو انا غنولي كيقول لي هذا هو راجلك انت وصوريا، بحال اللي حاسب انا بعض المرات بحال كنت كنحس به داكشي اللي كيديرو بحال اللي حاسب راسو غادي يموت، كان ديما كيدفعني شي حاجه انا كنقول شوف خليني انا خدمه مع العيالات ندير ماركتينغ، كيقول لي لا غتمشي تدوني هاد انت اللي غتمشي تدوني هاد الكونتونر هادي. فوالا شحال من راجل سيرتو اللي عندهم المشاريع، سيرتو اللي عندهم مشاريع، انا كون ما كنتش كنعرف انا ما كنت انا ماشي كنعرف كندير هادشي اش كان غيكون فيا، شكون اللي غادي يساند هاد النساء، شكون اللي غيساند هاد النساء هادو شكون؟ يعني كنقول اي راجل يعني في نطاق الحلال حتى المراه تحترم راسها، الا راجلها تاق بها حتى هي ما تخيبش الظن ديالو، اش فهمتي؟ حنا خاص انا تاق فيا وانا كنت كنت ثقه حتى انا ما خرجتش على واحد النطاق والحمد لله يعني نيتك راه تتوسطك. فهذا اي راجل يثيق في المراه ديالو وياخذها رفيقه الدرب ديالو، ما كاينش شي حد غيحافظ على الرزق ديالو ديال وليداته قد المراه ديالو بحكم هادشي اللي دزت منه انا. قصه مؤثره والله العظيم، كنتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا ما نطمح اليه هو مساعده وايصال مثل هذه الرسائل من اجل كل من له طموح في الدنيا. مشاهدينا الكرام الزوج ديالها تزاد كما قلت في السابق في 27 رمضان وتوفى في ظرفية الوباء في 27 رمضان، بغى الله عز وجل. والزوجة وعندها معها جوج وليدات لا زالت تناضل من أجل
ان توصل الرساله ديالو، وهناك تزادت المسؤوليه اكثر في الثقه اللي وضع فيها. مشاهدينا الكرام، هذه قصه للعبره، وحنا على تتبع مثل هذه الملفات مشاهدينا الكرام. تعليق المواطن، شكرا لكم.